تعادل أول نقطة يحصلها بن زكري، ولكن ممكن هو تعادل بطعم الخسارة بالنسبة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله ما شاء فعل. كان بالإمكان أننا نفوز بهذه المباراة صراحة، لكن عندما ما تسجلش أهداف ما تفوز بالمباريات. كانت هناك فرص كثيرة كنا استغلينا غير واحدة فقط، لربما كانت المباراة كنا نسمع حكاية أخرى في المباراة، لكن تسرع كثير من التسرع. حبينا نفوز بهذه المباراة بشتى الطرق، هو في طريق واحد بس اللي تفوز به بالمباريات، عندك تكتيك أصبر عليه فقط تفوز بالمباراة. أما التسرع ما يوديك حتى المكان، حتى لو فزت هي مسألة فقط أنه كنت موفق فقط في هذه المباراة، لكن هذا هو، وعطينا مساحات اللي كان غاضني أنا مش الفرص اللي ضيعناها. لما تعطي مساحات المنافس، وكان المنافس ممكن بإمكانه حتى يفوز عليك، يعني منافس كنت قادر تفوز عليه، لكن أنت أعطيته مساحات وكان بالإمكان أنه هو يعود بفوز. الحمد لله أنها انتهت بالتعادل. نقول أول نقطة في 2020-21 نعمل إن شاء الله ونحاول نطور إمكانياتنا. عندنا قدرات فنية لبس بها، تحتاج إلى وقت. الوقت هو الكفيل الوحيد اللي راح يحكم على هذا الفريق في الشهور الجاية، مش في الأسابيع الجاية، في الشهور الجاية خلينا نقولها كذا. يعني اللي يشوف ترتيب نادي ضمك في مؤخرة الترتيب، مستقبل 7 أهداف، لاعبين تم طرد منه في 3 مباريات، مسجل فقط 2، يعني بصراحة الصعيد الشخصي أنا مستغرب. يعني مع نور الدين زكري، مع بعد الجائحة 8 مباريات، ضمك كان الثالث بعد النصر والهلال. شوف أخي الكريم، هذه حالة كرة قدم، أنت تتكلم على ضمك، تتكلم على الأندية الأخرى اللي مسامية ضمك في الترتيب. الزاد البشري اللي عندهم والإمكانيات والتاريخ الكبير اللي عندهم، يعني هذه حالة كرة القدم، وإحنا عدنا في حالة ما هيش طبيعية. وقلت أنا من الأول، قلت راح تكون هناك نتائج مفاجآت، راح تكون فيها أشياء، الفرق ممكن تظهر بعد الجولة 5 6 تظهر شوية الفرق، وإن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء هذا اللي بصراحة حتى اليوم الوباء كان له سبب في فقد التركيز. المباراة تأخرت أكثر من 20 دقيقة، اللاعبين سخنوا جاهزين وكل شيء، قعدوا هنا لتحت ينتظرون في المباراة، ممكن تلعب ممكن ما تلعب، هذا شيء كذلك يفقد التركيز. تؤثر على اللاعب؟ لا يأثر يأثر يأثر، هذه الأشياء كلها تأثر. إحنا ما نقدروش نعرفها، ولكن بعد ما نشوف المباراة نتاعنا، الفريق نتاعنا لو لعب بنفس الشيء بنفس الشكل اللي لعب به المباراة اللي فاتت مع الهلال، كنا اليوم نفوزوا بكل سهولة. يعني ما كانت المباراة صعبة صراحة، لكن احنا صعبناها شوي على نفوسنا بالتسرع. يلا خلينا نكون هاك. ابراهيم شنيحي كان معسكر معكم الى قبل المباراة، ليش عسكر وهل غيابه مؤثر؟ درك نقول لك علاش عسكر. احنا طرد الشنيحي في مباراة الهلال نراه غير صحيح، وسمعنا انه سمعنا يعني كما سير الناس سمعنا انه لجنة الحكام قالت انه ما يستحقش حتى الصفرة، ليش ما لعبش معنا اليوم؟ يعني ضريتني في مباراة الهلال وزيد ضريتني اليوم، وجع صراحة يعني. ولكن احنا مع اي قرار يصدر احنا معه، احنا نحترم كل القرارات، لكن في بعض الاحيان احنا نتضرر اسبوع كامل وانت تحضر في مباراة وفي الاخير ينقصك لاعب مهم. انا نظن شنيحي اليوم كان يصنع الفارق، لو كان موجود كان يصنع الفارق، يعني كنا محتاجينه صراحة. انا نقول بدون ما ننقص من الحكم اللي كان في المباراة، انا نقول سير المباراة كما ينبغي وكان ممتاز. أخينا ده أخينا نتكلم ببعض الأحيان على الحكام، لكن لما الحكم يبدع ويلعب كويس وتحكم في المباراة كما ينبغي، أنا نقول نعم يعاب فقط شيء واحد هو التوقيت. عندما تشوف حارس يضيع الوقت كثير، هنا لازم تتدخل يا سيدي الحكم بورقة صفراء، و3 دقائق أنا نظن أنها وقت بدل ضايع قليل جدا. لكن نقول حتى لو أعطانا ربما 10 دقائق أو 20 دقيقة، بهذاك التسرع كان صعب جدا أن احنا نسجل، صعب جدا، ولا سجلنا مسألة توفيق فقط. يعني كثير من الكرات الثابتة حتى كرات ركنية، نادي ضمك ما يستغل الكرات الثابتة والركنية بالرغم من توفرها بشكل كبير. شوف احنا السنة اللي فات كنا ممتازين في هذه النقطة، السنة هذه قاعدين نعمل عليها، ورغم أن عندنا زيادة الآن في على مستوى ليما، على مستوى الناس اللاعبين هذو اللي عندهم الارتقاء بالراس، كاين نوع ما تسرع حتى في هذه المساله، لازم نصلحها. تسرع يعني الكم الكبير تاع الركنيات اللي كانت اكثر من 15 ولا 20 ركنيه وانت ما تستغلهاش، بس تسجل هدف واحد تفوز به المباراه، هذا في خلل يعني. واحنا سنعمل جاهدين من اجل تصحيح كل هذه الامور. طامك يكون افضل باذن الله في الشهور الجايه. اخيرا فتره توقف في معسكر
وين حيكون المعسكر؟ وش اللي حتسويه في فترة التوقف؟ هل هو مفيد بالنسبة لكم؟ جاء في وقته؟ الله أعلم، الله أعلم. الله أعلم. توقف وأنت في ظل هذه الجائحة، من الصعب جدا أنك تبرمج معسكر. لربما في المعسكر هذاك إحنا ما عندنا حتى لعب مصاب الآن الحمد لله، لكن تروح تنظم معسكر وتولي عندك إصابات. فما الله أعلم، يعني ما صعب جدا. إحنا لازم نعسكر، لأنه هذا الفريق بعض اللاعبين جدد جونا جدد وكذا، ما زال ما يعرفوش اللاعبين، ما يعرفوش بعضهم البعض، ولازمهم يتأقلموا مع بعضهم البعض. أنا نظن أنه المعسكر شيء مهم وإيجابي إن شاء الله، بس يرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الوباء. أمين، وشكرا لك، وشكرا لتجاوبك دائما. شكرا لكم جميعا. شكرا. الله يسلمك. كان هذا حديث مدرب نادي الضمك الجزائري نور الدين زكري.